يعطيكم الألف عافية. هلق نحن بكنيسة مار موسى الحبشي المقدسة عنا في رشهية، وإلى جانبي سيادة المطران بطاح، أهلا وسهلا فيك ببلدتك رشهية. سيادنا المطران اللي بيفضل علينا كل سنة بتوجيهات من غبطة البطرك ليشاركنا بفرحة إحياء مار موسى الحبشي برشهية الوادي، اللي نحن بنعتبر هذه البلدة هي وحدة روح بين جميع الطوائف. حبينا سيدنا اليوم نسأل حضرتك عن معاني هذا العيد، عن معاني هذه الكنيسة، عن قدسيتها، خاصة وأنا سمعت حضرتك بيوم أنه هذه الكنيسة هي أول كنيسة بنيت في للسريان الكاثوليك. حبيت أعطي حضرتك هذا الموضوع ورحب فيك ببيتك أنت، نحن ضيوف عندك اليوم برشية، أهلا وسهلا فيك، بتشرف، ونحب نعرف من حضرتك هذه التفاصيل اللي بتغني لنا اللقاء وكافة المشاهدين. حقيقة كنيسة مار موسى الحبشي برشية الوادي بالفعل هي من أقدم الكنائس بلبنان للسريان الكاثوليك. نعم. بيقول الفيكونت فيليب طرازي، وهو مؤرخ معروف، نعم، كعمل كتاب أصدق ما كان في تاريخ لبنان، بيقول برشية الوادي هناك أربع كنائس للسريان. أربع كنائس في رشية، برشية، في مار الياس، في، نعم، مار مخاييل، في كنيسة السيدة، وفي كنيسة مار موسى الحبشي. هي، نعم، البقية الباقية هي من أربع كنائس. نعم. مار الياس آثارها بعد موجودة قريبة من هون، هذيك المرة زرناها. نعم. إذن هالكنيسة عريقة. نعم. هالكنيسة بتعود للحروب الإفرنج. أنا ما بحب أقول حروب صليبية. نعم. مش حروب صليبية، هي، نعم، حروب الإفرنج. نعم. والكنيسة فن الغوطي معروف، هي القوس الفن على شكل سفينة. نعم. المذبح، إذا منتأمل بالمذبح، ركز على المذبح. نعم. نعم. هذا المذبح فن دمشقي، الزخرفة دمشقية. هذا المذبح، هذا المذبح قديم جدا وهو فن دمشقي. نعم. ألو. هذا يؤكد بأن كنيسة مار موسى الحبشي، نعم، كانت كنسيا تعود لأبرشية دمشق. أيوة. ليس فقط كنسيا وحتى سياسيا، لأنه كان، نعم، قبل ما يصير يعني لبنان الكبير كان في ولايات بقى، هون تابعة كانت لدمشق، ولاية دمشق. الأكثر من هالشي وهذا مهم ومؤرخ، نعم، العائلات اللي خرجت من رشية الوادي وهم يفتخروا، لا زالت عائلات في سوريا تفتخر بأنهم أصلوا من رشية. نعم. الأستاذ إلياس غصن عمل شجرات عائلة رشية الوادي. أنا بحب أذكر شخصين مهمين، هنين غريغوريوس حلياني مؤسس الكرسي أصله من رشية. نعم. أصله من رشية. يعقوب حلياني أصله من رشية. نعم. الخوري سركيس بفرنسا. نعم. هو وأبونا حايك الماروني كان عندهم مشروع لتوحيد الطقس الماروني والسرياني في رشية. هو من رشية. خوري. نعم. سركيس يلي أسس مجلة الأوريان سريان المشهورة ليتورجية. هو من رشية. نعم. في كتير، أنا يعني ذكرت اثنين. نعم. لكن هنا في كتير عائلات. نعم. موسى الحبشي عادة بيقولوا بالتاريخ أنه الرهبانات إجت من سوريا، معروف، من، نعم، حلب. نعم. وأسست بلبنان. بموسى الحبشي شوية بتنقلب الآية. موسى الحبشي، الحبشيين بلبنان راحوا على سوريا. هي. بعض الروايات تقول، نعم، العكس صار. نعم. هون أقدم، هون قديمة جدا. أقدم الوجود السرياني. الوجود السرياني، هلأ قلنا يعقوب حلياني، يعقوب حلياني هو أول مطران سريان كاثوليك، معناته كان سريان أرثوذكس. هي الكنيسة كانت سريان أرثوذكس قبل، نعم، ما تصير كاثوليك. نعم. نعم. نحن عم نحكي بالقرن الثامن عشر، بال 1700. نعم. إذن هالكنيسة عريقة جدا تشهد لعراقة. يعني فينا نقول أول كنيسة هي مركز لقاء أصلا، هذا طريق إلى فلسطين، هي طريق الحج. أيوة. هي الكنيسة بنيت لأنه طريق الحج إلى فلسطين. كانوا يأتوا
إلى هذه الكنيسة هي ممر كموسى الحبشي بالنبك، هي ممر لطريق الحج إلى فلسطين، يعني فينا نقول إنه إلى الأراضي المقدسة، هي محطة في الكنيسة السريانية، محطة كبيرة هذه الكنيسة. إذن الأهمية التاريخية، نعم، الأهمية الكنيسية، الملتقى بين الإخوة، والأهم أيضا هناك كان مكتبة من المخطوطات في هذه الكنيسة، وجد مخطوط إنجيل بالكرشوني، هذا الإنجيل قديم جدا ومحفوظ بدير الشرفة. في هذه الكنيسة يوجد أيقونة عمرها 500 عام، أيقونة مرموسة الحبشي اللي نحن هون الكنيسة، نعم، اللي هي هون نحن كمان عم نشوفها، أيقونة مرموسة الحبشي، نعم، عمرها 500 سنة، نعم، عمرها أقدم من عمر الكنيسة، نعم، إذا الكنيسة عمرها 400 سنة الأيقونة عمرها 500 سنة قبل الكنيسة. وين بيعتقد إنها كانت الأيقونة؟ الأيقونة ما زالت محفوظة، لا كانت قبل الكنيسة أكيد، من جايبينا نعم نعم، كان أغلب الأيقونات تجي من الأراضي المقدسة، مثل أيقونة سيدة النجاة جاب البترك من الأراضي المقدسة الموجودة محفوظة بدير الشرفة، نعم، الأيقونة تراث ينقل وتبنى الكنيسة على الأيقونة، على زخائر القديسين، نعم. إذن هذه الكنيسة عريقة جداً، وما بدي أحكي عن راشية الوادي، ولكن أنا عم بحكي عن الكنيسة، نعم. لكن راشية الوادي كمان إلى تاريخ عريق، وخصوصا على زمن الاستقلال. وشكرا لهالمقابلة اللي خلتنا نسلط الأضواء على كنيسة نفتخر فيها، كنيسة فعلا جميلة جدا، ولا زال يقام القداس الإلهي في هذه الكنيسة بعيد، نعم، مرموسة الحبشي ب 28 آب أو في الأحد القريب منه. نعم سيدنا، نحن بنغتنم هالفرصة لحضرتك نسألك الرسالة اللي بتحب توجهها من رشية، من مركز هذا القداسي، من بركتك الموجودة معنا اليوم، لكافة الطوائف في رشية الوادي وفي منطقة رشية اللي تمثل وحدة الروح بين جميع الطوائف، ما هي رسالة حضرتك من هذا المكان المقدس كنيسة مرموس الحبشي؟ القديس بيوحد، نعم، عندما تطبب قديس فيصبح لأجل الجميع، نعم، الجميع هنا يأتون ليتباركون من هذا القديس موسى الحبشي، نعم، جميع الطوائف الأرثوذكسية وحتى المتوحدين وحتى، نعم، كل الطوائف، نعم، إذن القديسين يوحدوا، نعم، نحن لنا إيمان واحد، نعم، نحن نؤمن بإله واحد، جميعنا نؤمن بإله واحد، إذن هكذا مزارات مقدسة تريح النفس وتعيد الإنسان إلى إنسانيته وإلى طبيعته، نعم، وطبيعتنا نحن والآخرين واحدة، نعم، كلنا في هذه المنطقة واحد، لنا جذور مشرقية واحدة، فمرموسة الحبشي ملتقى، مثل ما قلت، ملتقى بين سوريا ولبنان، نعم، ولكن أيضا كانت ملتقى لكل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وستبقى هذه الكنيسة ملتقى ورمز للوحدة ورسالة بأننا واحد، نحن كنيسة واحدة لكن الأغصان مختلفة متفرعة، ولكن هذا غنى، نعم، نعم. وأنا يعني من موقعي هيك بحب أني وجه تحية لحضرتك وقول نحن سيدنا وجودك بالنسبة لنا بنعتبره بركة برشية، وتحياتنا لسيدنا البطرك اللي كمان شرفنا من سنتين وبارك هذا المكان بوجوده، ونحن نعتبر أهلنا في رشية أهلنا السريان الكاثوليك هني أهلنا وهني إخوتنا وهني أبناء بيتنا، ووجودك هون هو بركة لنا جميعا، الله يطولنا بعمرك، وإن شاء الله منشوفك دائما مشرق للمحبة للجميع، وتظلك بخير بإذن الله، كل عام وأنت بخير، أنت بخير، طول بعمرك.